مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة الاخبار من التلفزة الموريتانية. تعرض موكب رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مساء امس وهو في عودته الى العاصمة من داخل البلاد اطلاق للنار بالخطأ من احدى الوحدات العسكرية على الطريق. ويوجد رئيس الجمهورية الان في وضعية صحية جيدة لله الحمد بالمستشفى العسكري. وكنا قد أجرينا في وقت سابق لقاء خاصا مع وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي المحجوب، ندعوكم الآن لمتابعة هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي المحجوب. سيد الوزير، اهلا بكم في بدايه هذا اللقاء. اهلا سيد الوزير، هناك شائعات تراجت هذا المساء ان رئيس ان الموكب الرئاسي تعرض لاطلاق نار من احدى الوحدات المرابطه في مداخل العاصمه وكان ذلك بالخطا. كل المواقع والتلفزيونات والاذاعات تتحدث عن هذا الخبر الان، والمشاهد في 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 في, في تعجل من اعطاء حقائق حقيقيه عن ما حدث. أنا ممكن لي نأكد لكم أنه فعلا رئيس الجمهورية كان خارج المدينة، وكان إثر دخولها كان لا يدخلها عن طريق جوجة الواكشو، وأنه خالق نقطة عسكرية اللي عنها طويلة عنها عدة اطلاق نار، طلقة النار على السيارات اللي كان فيهم رئيس الجمهورية غير اطلاق خطأ. وإثر ذاك الاطلاق اطلاق النار انجرح رئيس الجمهورية، انجرح الحمد لله وشكر له ما هو متين، وحالا في المستشفى العسكري وظروفه الصحية جيدة. اولا ناكد لكم امرين. اولا هو انه اللي ينقال له اطلاق نار صديق، معناه انه ما فهم انه عضو من حد من النقطه العسكريه اللي داخل المدينه اللي عند مدخل المدينه. وناكد لكم ثانيا وانه مولي ما هو قاصده، وانه ثانيا رئيس الجمهوريه انه حالته جيده والجرح اللي تلقى له عنه جرح طفيف. اذا سيد الوزير، بعض المواقع كتبت بعض التعليقات عن هذه الحادثه، ونحن الان في هذا اللقاء تمكنا من وجود ردود شافيه وحقيقيه عن ما تعرض له الموكب الرئاسي. اذا الحاله العامه الصحيه لرئيس الجمهوريه مستقره؟ ما اقدر لكم عنها، ما هو قال لا مستقره، عنها جيده. برئيس الجمهوريه دخل المستشفى مقطر على كرعيه، معناها انه الحمد لله صحته، ما معناها انه الجرح اللي اللي اللي, اللي تلقى له انه ما هو ممكن، وانه غرق في المستشفى العسكري، وانه ما انه جرح موجود، الجرح غير بعد قضيه عاديه وبسيطه مولي، وان شاء الله الله يرجع العمل امتى قريب باذن الله تعالى. وعن اطلاق النار، عن اطلاق النار صديق، عن لا خطا من نقطه تفتيش عند عسكريه عند دخول مدخل المدينه الشمالي. مشاهدينا الكرام، نشكر وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الاستاذ حمدي المحجوب على تلبيه دعوتنا لاستضافته لهذا اللقاء. شكرا لكم. شكرا.